كان يا مكان ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وصلوا الثلاث أصدقاء لموقع التكنولوجيا ليستكشفوا إيه هو الموقع الجميل ده. ذكر لهم أول ما الباب يفتح يا أصدقائي ندخل على طول. فتح الباب ودخل زيكا وبندقة وزيكو. وزيكو طبعا كالعادة بيستكشف بالكاميرا بتاعته ويشوف ايه هي الحاجات اللي موجودة هنا وايه الحاجات الجميلة والمعلومات المفيدة. بص كده لقى شكل كده، شكل صاروخ او شكل حاجة من التكنولوجيا الحديثة. فقال لهم ده في هنا جهاز، شكل الجهاز ده بيصنعوا عليه الصواريخ. زيكا قال له الصواريخ معقول؟ زيكو قال لهم اكيد، عشان هنا الاماكن غريبة قوي والاجهزة دي غريبة جدا. وفجأة لقوا نور عمال ينور ويطفي. قال لهم ايه ده، ده نور انذار دوت ولا جهاز انذار ولا ايه؟ بص كده لقى حد جاي عليهم. قال لهم انتوا مين؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ زيكو قال له احنا ثلاث اصدقاء جايين نستكشف المكان ونشوف ايه الحاجات الحديثة اللي هنا ونعرف معلومات عن التكنولوجيا. رد عليه وقال له اسمك ايه؟ قال له انا اسمي زيكو ودول اصدقائي زيكا وبندقة. وانت اسمك ايه؟ قال انا اسمي ويليام. قال له اهلا بك ويليام. قال له انا هقول لكم النهاردة عن الصواريخ الباليستية. الصواريخ ديت مهمة جدا في الحروب، كمان حديثة جدا. زيكو قال له ايه هي الصواريخ الباليستية دي؟ قال له الصواريخ ديت عبارة عن منحنى وهو مسار يتأثر بالجاذبية الأرضية والاحتكاكات الهوائية، وكمان في المسار المنحنى بيسبق مسار تصارع الناتج عن متحرك الصاروخ ويمنح الصاروخ للوصول للهدف. بيشوف هو واصل فين بالظبط، وكمان بيكون حامل رؤوس. في اول الصاروخ ده بيكون في حاجات، لإما جراثيم او حاجات كيماوية او نووية. وقال له في منه انواع كتير واحجام كتير وكمان اشكال كتير. زيكو قال له طب ايه هي الانواع بتاعته واسميها ايه؟ ويليام قال له تعال اعرفك على دكتور جاك، هو عارف كل الانواع وهو اللي بيصنعها. تعالوا ننزل على تحت، يلا بينا. زيكا قال له يلا يا ويليام. وزيكو نازل وعمال يبص ويقول فعلا هنا الأجهزة دي حديثة جدا زي ما ويليام بيقول عن تصنيع الصواريخ. ويليام بينزل بسرعة أكتر منهم عشان هو جسمه ضخم. ويليام قال لهم تستغربوش، المكان ده بنصنع فيه الصواريخ ودي الأجهزة اللي موجودة، دي كل المعلومات اللي بتبقى موجودة على الصاروخ أو الحاجات اللي موجودة عليه وبيصنع من ايه بالظبط. زيكو قال له فعلا الأجهزة هنا غريبة جدا، وفين دكتور جيك ده اللي هو بيجي على طول؟ لان دايما بيبقى موجود هنا، ما بيمشيش بعيد عن هنا. جالهم دكتور جيك وقال لهم انتوا مين وعايزين ايه؟ رد عليه ويليام وقال له دول تلات اصدقاء جايين يستكشفوا الموقع وانا قلت لهم عن الصواريخ الباليستية. قال له قلت لهم ايه؟ قال له قلت لهم شوية معلومات بس عايزين يعرفوا منك الانواع بتاعتها. دكتور جاك قال لهم انواعها اربع انواع، في منها قصيرة المدى ومتوسطة المدى
والمدى الوسيط وكمان المدى البعيد. بندق قالت له: وهي الصواريخ دي بتبقى خطر جدا؟ قال لها: طبعا بتبقى خطر جدا، لان الرؤوس بتاعتها بتبقى محملة بالحاجات اللي الانسان عايز يأذي بيها او يضرب بيها. رد ويليام وقال له: انا قلت لهم كده يا دكتور عن الرؤوس المحملة بالصواريخ، والرؤوس الصواريخ بتبقى محملة بايه بالظبط؟ اللي هو النووي او الكيماوي او الجرثومي. قال له: فعلا يا ويليام، انت كده معلوماتك صحيحة وقلت لهم حاجات مفيدة. بندقة قالت له: هو فعلا يا دكتور بيأذي من على مدى بعيد جدا؟ لا طبعا، بيسافر عبر القارات. انت كده معلوماتك صحيحة وقلت لهم حاجات مفيدة. بندقة قالت له: هو فعلا يا دكتور بيأذي من على مدى بعيد جدا؟ لا طبعا، بيسافر عبر القارات وعبر البلاد وعبر المسافات الطويلة. زيكو قال له: شكرا ليك يا دكتور، وشكرا على المعلومات القيمة اللي احنا عرفناها منك، وشكرا ليك يا ويليام، انت كمان انت فعلا قلتلنا على معلومات جديدة وغريبة جدا عن الصواريخ، وفعلا معلومات قيمة، بشكركم جدا. زيكا قال له: وشكرا ليك يا دكتور، نشوفكم في رحلة جديدة ان شاء الله، مع السلامة.